لعبت الملكة أحمس نبرتالي دور هام جدا في طرد الهكسوس من مصر بجانب زوجها الملك أحمس الأول أول ملوك الأسرة الـ18، وكانت أول امرأة في التاريخ بتقود فرقة عسكرية كاملة بالجيش، وكانت زوجة الملك أحمس الأول وأم أمنحتب الأول، وكان حفيدها تحتمس الأول، ولقبت بسيدة العطاء وماتت عن عمر 70 عام.